ينضم إلينا من سيدني أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك سيد أحمد. يعني اليوم 71 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، توافد أمريكي إلى الشرق الأوسط، توافد مكثف، يعني ماذا يحمل لهذه القضية وما يمكن أن نشهده في الأيام القادمة؟ تحية لحضرتك وتحية لجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. عنوان الوفود الأمريكي إلى المنطقة وتحديدا إلى إسرائيل وتوضح بخطاب بايدن حقيقة حينما قال البارحة أنه يعني لا نريد أن يسقط مدنيون أبرياء. فأنا أعتقد سوليفان أيضا في خطابه أشار إلى هذا المعنى، يعني إسرائيل سوف لن تحصل على دعم أمريكي مطلق. هناك دعوات في داخل الكونغرس، ايضا قام احد المشرعين المستقلين بمحاوله الترويج لقانون محاسبه يعني او ايقاف الدعم العسكري لاسرائيل. هناك فقره من القانون الامريكي او التشريعات الامريكيه تشير الى هذا الموضوع، خصوصا ما كان الامر متعلق بانتهاك المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها الولايات المتحدة، أو أن تكون الدولة المدعومة أمريكيا ترتكب مجازر. فلذلك القانون لا يريد أن يجعل أمريكا شريك عمر الدعم بالقنابل التي تنتهك حدود ومواثيق الدولية المواثيق الدولية. فلذلك أنا أعتقد الموقف الأمريكي هو دعم حصري بمحاولة استهداف حماس، ولكن لا يوجد دعم أمريكي لارتكاب مزيد من الأخطاء. ولذلك أنا أتوقع أن مستوى التطور في الدراماتيك للأحداث ممكن أن يتحول إلى موقف أكثر تطور بالنسبة للولايات المتحدة في فكرة الدعم اللامحدود التي يسوقها نتنياهو.